مرحبا، أنا الدكتورة سما الزبدة، استشارية جراحة وأمراض الثدي. بديت أداوم في مستشفى الإمارات الجميرة. تخصصي في عيادة الثدي بيغطي كل الأمراض اللي ممكن تشعر فيها أي سيدة، من أمراض الحميدة، آلام الثدي، إفرازات من قنوات الحليب، الكتل، وأيضاً الآلام، التغييرات اللي بتصير بمرور الزمن، لكن أهم شيء هو سرطان الثدي. تخصصي مهم جداً لأنه كل ما حاولنا نستكشف وجود المرض مبكر، بإذن الله بنقدر نحاول ننقذ حياة سيدة. أهلا وسهلا بالجميع، وبتمنى لكل السيدات الصحة والسلامة.